عدنا مشاهدينا الأعزاء على الهواء مباشرة، والحديث دائما إذا كان هناك أمن غذائي هناك أشياء كثيرة رائعة. من يملك قوته يملك قراره بشكل كبير جدا. طيب، زمان كنا بنقول إن هناك بعض المحاصيل التعاقدية زي القطن، ولكن فجأة لقينا الدولة رفعت إيديها عن هذا الموضوع، وبالتالي الناس بقت تزرع اللي يجيب فلوس بدون النظر لأبعاد كثيرة جدا. احنا كان عندنا مصادر دخل رائعة، ومن أهم المصادر اللي كنا بناخدها هي الذهب الأبيض. واحنا صغننين كده كنا عارفين إن مصر بلد زراعية، وإن ده يعتبر من الدخل القومي لمصر الذهب الأبيض. لكن الحقيقة رفعت الدولة إيديها عن هذه المسألة حول هذا الموضوع، ومدى يعني تأثير الزراعات التعاقدية على الإنتاج الحيواني، وهل بالفعل هيؤثر ولا مش هيؤثر. تفاصيل أكثر مع الدكتور محمد علي، وهو باحث دكتوراه في معهد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية. أهلا بك يا دكتور، أهلا بك، نورتني. الله يخليك، ألف شكر. الدولة شالت إيديها في فترة ما عن الزراعات التعاقدية، خلاص ما بتقولش لحد لا ازرع كذا ولا أنا هاخد منك كذا. إيه اللي خلاهم يفكروا إنهم يرجعوا، ولا ده مجرد بحث حضرتك تقدمت بيه إنه لا ما فيش كلام نهائي إن هو هترجع الزراعات التعاقدية؟ لا، هي اوريدي فعلا رجعت لا، بقالها مش سنتين كلها دكتور. يعني المحاصيل. مثلا هقول لحضرتك حاجة، بنجر السكر تمام، كانت مصانع السكر بتدينا التقاوي وياخد منا الانتاج، اوكي. تمام، لما زادت يعني زادت الاراضي اللي بتزرع بنجر السكر في محيط المصانع، ما بقوش ياخدوا. لا هما بياخدوا، في محاصيل رئيسية هي اللي دخلت في نظام الزراعة الا وهي التعاقدية، اللي هي القمح، الذرة، عباد الشمس، فول الصويا، والقطن وإن كان بشكل مختلف. يا ريت. دلوقتي المفهوم يعني إيه هذا النظام؟ إن بتيجي الدولة قبل ما الفلاح بيزرع بتحدد له سعر اسمه سعر استرشادي أو سعر ضمان، بمعنى إن السعر ده اللي انت هتبيع بيه محصولك لما تجمعه مش اقل منه، لان دي كانت مشكله الفلاح، ان كان في بعض المحاصيل خصوصا القمح والذره ما كانتش بتجيب له عائد كويس، فاستغنى عن زراعتها، بقى بدل ما يزرع القمح بقى بيروح يزرع برسيم، بدل ما يزرع عشان الذره يديله خصوبة شوية في يزرع الفترة. رز مثلا. فطبعا لقينا ان القصه دي قفزت بالفاتوره بتاعت الاستيراد لارقام فلكيه. بالظبط. يكفي ان حضرتك تعرفي ان احنا بنستورد قمح ما لا يقل عن 10 مليون طن في السنه، ثمنهم ما قبل حرب روسيا والدولار ما زاد كانوا حوالي مليار و700 مليون دولار، امال دلوقتي بقى اوكي. اتضربوا في اتنين تعدوا 3.5 مليار. كنا بنستورد الذره، لان طبعا الذره ده المكون الرئيسي في علف في العالم. الدواجن حوالي 70%، فكنا بنستورد حوالي 10 مليون طن نخرين كانوا برضو تمنهم حوالي مليار ونص دولار. بنستورد برضو الفول الصويا، عشان برضو فول الصويا ده المكون التاني في علف الدواجن، بنستورد كنا حوالي 5.5 مليون طن تمنهم حوالي مليار و700 مليون دولار. فطبعا ده عامل لود وضغط كبير على العملة والاحتياطي النقدي. فالدولة قالت طيب ما انا اشجع الفلاح بتاعي ان هو يزرع ويزود المساحة، وانا هستفيد بان انا بدل ما احنا بنستورد بالدولار، طب ما انا هدي الفلاح هنا بالجنيه المصري. طيب احنا فين في الانتاج الداجني يا دكتور؟ احنا الانتاج الداجيني احنا دلوقتي بانتاجنا مثلا في البيض حوالي 15 مليار بيضة، عندنا اكتفاء ذاتي، بننتج حوالي مليار امال و400. سعر البيض بيرتفع ليه؟ لان نتيجة لسه برضو ان بنقول العلف العلف تن العلف السلسلة او تمام الحلقة تمام تن العلف كان حوالي 5000 وشوية، دلوقتي وصل 13000 وشوية.
طن الذره اللي كان ب 5000 يا دكتور. ما هو ليه احنا معتمدين على العلف بس؟ في حاجات مكملات كثيره جدا من الممكن الاستفاده منها بعيدا عن العلف، ليه مركزين؟ يعني كل يوم في جديد في العلم. جميل. الجديد ممكن يبقى يعني افيلبل ان انا اقدر يعني اتحرك واضيف مثلا المخلفات الزراعيه في اللارج انيمال. لكن السمول انيمال زي الطيور ما ينفعش، دي عايزه مركزات، ان دوره يعني العمر بتاعها مثلا صغير، فلازم مثلا في التسمين دلوقتي الاصناف الجديده، سوري السلالات الجديده 32 يوم و5 العلف المركز. فكان الحل اللي احنا نرجع لنظام الزراعه التعاقديه، فده فعلا ادى لان السنه دي الذره بعد ما كنا بنزرع 850 تقريبا الف فدان، السنه دي وصلوا لمليون و100 الف فدان لما الدوله حطت السعر استرشادي كان 6000 جنيه، ده شجع الفلاح. من عدة أيام بدأ التوريد، السعر وصل 8700 جنيه، وده رقم كويس لما الفدان بيجيب حوالي 3.5 طن. الإنتاجية عالية. فبقت إنتاجية، لا بيبقى العائد بقى للفلاح. طب أنا عايز أسألك يا دكتور، ما هو العائد نتيجة الإنتاجية، ما هو أنا لو مش عنديش إنتاجية جيدة مش هعيدها تاني، يعني مش هعيدها. أيوه، ما هو اللي فرق معاه وخلاه زرع اللي هو النظام الزراعة التعاقدية، وإن الدولة حطت له سعر اللي هو سعر الضمان اللي هو يشجعه. طيب يعني عايزه اسال بس قبل ما نخرج من الحته دي، هل عمليه يعني زراعات تعاقديه ومفيش حقول ارشاديه ومفيش مسح بالليزر ومفيش اي حاجه في الارشاد؟ الارشاد موجود، الحقول مش احنا مش لاقيينه. لا يعني يمكن فين ده دكتور؟ ده الحقول الارشاديه ومعهد البحوث والزراعه كانت موجوده في كل القرى والنجوع، انما انا ما بشوفش حقل ارشادي. لا لا لا، ده القمح حتى ليه اكتر من 6000 حقل ارشادي. لا وموجود. على اي اساس طيب بيتم الاختيار 6000 بالنسبه لمصر؟ ولا حاجه، احنا دوله زراعيه دكتور. ده كانت القرى فيها اكثر من حق، القريه الواحده فيها اكثر من حقل ارشادي، وكانت الميكنه بتنزل تعمل ميكنه بالليزر وكل ب 100 جنيه ولا ب 50 جنيه. تعالى حضرتك هات دلوقتي، يقول لك ما عندناش اساسا. لا هو الميكنه اساسا في وزاره الزراعه ما بقاش فيها ميكنه. تمام. بس زي ما بقول لحضرتك يعني قصه برضو ان لازم الفلاح يشوف حقل ارشادي ويشوف بنفسه، دي برضو شيء مش عملي. يعني يكفي ان الوزاره لما يعني مثلا جهه رسميه زي الوزاره مركز البحوث يقول يا جماعه ازرعوا الصنف ده، الخريطه الصنفيه دلوقتي بقت كذا، الاصناف اللي هي هتجود مثلا في الوجه البحري كذا وكذا وكذا، الوجه الابري كذا وكذا، الاراضي. المفروض الفلاح يعني من غير ما يشوف يقتنع وياخد. ليه يا دكتور؟ هو حضرتك يعني بيتكلم اهالينا وناسنا. جميل. دول ناس بسطاء. ما تقوليش هبعت لهم على النت. في ثقه. لا يا دكتور يعني ما تبقى تقوليش ابعت لهم على النت. ما هو اهو الحقل وانت بتقولي حطي كذا وقلبي التربه كذا والتربه تتحط كذا والارض السوداء غير الارض الرمله غير مش عارف ايه. ليه؟ ما كان ده مجدي جدا، ولما كان بيكون في حقل ارشادي ودكتور من الجامعه ينزل او حد من وزاره الزراعه كانت الناس بتقف وتتفرج، ولما انا اشوف جاري انتاجيته عاليه. ما هم بيحتاروا يوم الحصاد والاوزان وبتاع، ولما بيشوف بنفسه بيقتنع. طيب يعني لكن يعني حته برضه ان يعني المفروض ياخد يعني بالكلام اللي انا هو ضد المسؤول. بصراحه الارشاد بتاع النت ده اذا كانت الناس يا دكتور ما يعني عندنا نسبه اميه، هتقولي يا بعدين اما نكلمهم بتوع الارشاد ونقول لهم نت ايه يا جماعه اللي بتبعتوا عليه، ولا مش يقول لك اي حد يروح السايبر لا طبعا مش منطقي. انا بكلم ناس بسطاء اخذوها بالفطره، الزراعه بالفطره يا دكتور وليس بالتعليم. الزراعه دلوقتي حضرتك ما بقتش علم، ما بقت علم وصناعه طبعاً. ومدخلات واخراجات ومصاريف وتكاليف وتوصيات لازم تتاخد. والرئيس اقر حكايه تبطين الترعه دي، ودي هتوفر نسب كبيره جدا في المياه. هي الدوله التسريبات دول في يعني ماشيه في اكتر من خط في زياده الانتاج رهيبه. عندنا مشروع الدلتا الجديده، وعندنا 4.2 مليون فدان، 2.2 مليون فدان دلتا الجديده، عندنا مشروع القومي 1.5 مليون، عندنا توشكا 500 الف،
عندنا سيناء شمال وجنوب ووسط 400,000، عندنا اكبر محطة معالجة صرف في العالم بتتعمل في الحمام عشان تروي الدلتا الجديدة، متكلفة 80 مليار، تنتج حوالي 6 مليار متر مكعب في السنة. محطة في شرق بورسعيد اللي هي بتاعت بحر البقر، متكلفة 18 مليار، تنتج 2 مليار متر، عشان هتتخلط المية ما بين مية النيل مع المية دي عشان الزراعات. عندنا مشروع قومي لإنتاج التقاوي، احنا كنا بنستورد تقاوي بحوالي 2 مليار في السنة، عندنا مشروع قومي كبير في المركز عندنا لإنتاج التقاوي. ففي مشاريع كبيرة بتتعمل، التبطين بتاع الترع، عاملين برضو حكاية تغيير الري بالتنقيط، وبتدي الحكومة قروض بفايدة 5% وعلى 5 سنين، لأن طبعا احنا عارفين ان نظام الري الري بالتنقيط ده بالتنقيط هو بيوفر، لا بيوفر في الانتاج يمكن اكتر من بيوفر في 20%، المية وغير كده أساسا، هنوفر في المية. يعني في المية أساسا، طبعا وهو بس التكلفة في الشبكة. الشبكة ماشي، لو في شبكة قرض و5% لا، هو بس هي و مش ناقصة قروض، يعني المواطن ما بقاش ولا المزارع ناقص قروض، وبعدين بنك التنمية دلوقتي ما بقاش يدي استثمار، بيدي كله استثماري وليس لا يعني لا لا، في مشاريع معينة زي مثلا مشروع البتيلو، وزي مثلا مشروع السلالات الجديدة اللي الدولة مستورداها عشان تحسين الإنتاج الحيواني، إن كانت مشية اللحم اللبن أو اللحم، كل دي بقروض ميسرة 5% و5 سنين، معمول لها حوالي باكج 10 مليار، لحد دلوقتي اتصرف حوالي 7 مليار، استفاد منه 41,000 فلاح ومربي. فلا، في شغل بيتعمل كويس، نتمنى برضو من ان الفلاح يلتزم شوية برضو معانا، التوصيات اللي بتطلعها الوزارة يلتزم بيها، ميعاد زراعة يلتزم بيه. ما ينفعش ان التقاوي بدل ما اقول له روح جيب التقاوي المعتمدة من الوزارة او من الشركات، هو ياخد مثلا زي في القمح عندنا مشكله، دايما الفلاح بيزرع بالتقاوي باللي بتاعته من المحصول بتاع السنه اللي فاتت، وما يروحش يشتري التقاوي الجديده المحسنه لا، اللي هو برضه بتاثر. بيشتريها عشان هي بتتأخر في الجمعية او في ال تعلمي اه حضرتك انها موجوده السنه دي من دلوقتي، والزراعه التعاقديه تم تحديد سعر الارداب ب 1000 جنيه، حلوة قوي. فلو الفلاح هيجيب له 20 ارداب ولا 22 ارداب بدل ال 18 اللي صح، دايما ماشيين عليهم، هيبقى 22,000 جنيه، غير بقيه المخلفات اللي هتطلع، يبقى باكج كويس او يعني ربح كويس. فيجب برضو ان يلتزم بالخريطه الصنفيه، بمواعيد الزراعه زي ما التوصيات بتقول، المعاملات من الحرث زي ما بنقول، تسويه زي ما بنقول، التسميد والري زي ما بنقول. دلوقتي التوصيات مثلا حاجة مثلا زي القمح بنقول مصاطب وري بالتنقيط، يلتزم بهذا الكلام، فهتفرق كتير معانا قوي في الإنتاج، لأن حضرتك زي ما أنت شايفة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي الكبير. لا، هي شايفين هي الهند، بتأثر بشكل كبير شايفين الهند جدا، من كام يوم صقيع يا إما صقيع يا إما او الحرارة الغابات عالية وفيضانات، يعني وجفاف في الانهار وجفاف في الأرض، شفنا في شفنا أوروبا وشفنا في العراق وشفنا، ممكن هيبقى في وقت من الأوقات يعني مشكلة اضطراب في التصدير أو الاستيراد. الهند من كام يوم منعت أو حطت قيود على إن الرز، طبعا أكبر مصدر للرز، لا، ما هو حطت الرز قيود. يا دكتور يعني أنت بتصدر ميه، الرز يعني لا، بتصدر هي ميه. المشكلة إن الإنتاج عندهم السنة دي انخفض بكتير ما هو وقبليها. انخفض انخفض، وكمان حضرتك أي مشكلة هنا بتسمع في كل الدنيا، مشكلة المياه، المية دي ما بقتش مشكلة خاصة بينا فقط، تمام، ولكنها مع التغيرات المناخية هتؤثر بشكل كبير. جفاف الأنهار ده مش هيؤثر هتأثر طبعا. طبعا، يعني فعشان احد كده المراكز المعنية مطلعة دراسة بتقول ان خصوصا منطقة الشرق الاوسط متوقع ان تزيد درجة الحرارة فيها اكتر من 2.5 درجة خلال الفترة الجاية. طبعا يعني ايه حرارة عالية؟ يعني ارتفاع مستوى بحار، يعني زيادة مستوى ملوحة التربة، يعني افات جديدة، يعني الا في يعني انخفاض
في للأسف يا دكتور الانتاجيه، الناس مش فاحنا واخدة لازم بالها، نعمل حسابنا في الناس القصه مش دي. واخدة بالها من إن التغيرات المناخية ديت ما هياش حاجة قليلة. الناس فاكرة إن إحنا لازم بنتكلم في اللي هو في أنتوا إحنا في إيه، والظروف الاقتصادية اللي إحنا فيها بتكلمونا في إيه. لا، التغيرات المناخية هتؤثر على حاجات كتير جدا، منها الظروف ثالثا الاقتصادية امداد بقى. هتتاثر كتير في كل المحاصيل زي ما بنشوف، ان كان قمح ان كان سكر ان كان رز، فاحنا لازم بقى يعني حتى كمان لازم النمط الاستهلاكي للمواطن يختلف. لا، هو هل اختلف، حضرتك واختلف مش لا لا بمزاجنا. لا لسه لا ما لا لا اختلفش، هل اختلف حضرتك يا تعرفي ان دكتور. احنا عندنا فقد حوالي 30 مليون رغيف يوميا للمواطن نتيجة استهلاكه القاطع ونتيجة اللي الهدر ما بياخدوه في الانتاج واللي الحيواني. الناس اللي بتربي فيه، لان هو ارخص بالنسبه له دلوقتي لو عنده فراخ او فلازم النمط الاستهلاكي المواطن يختلف. نقلل كتير من يعني استهلاكنا زي ما كل الناس بنشوفها دلوقتي في لا، بس دول هو العالم. الناس قللت من استهلاكها، مش ترشيد مش ما هوش تقليل، لا، يعني هو مطلوب. قللوه لان الظروف الاقتصاديه. الحاجه اللي انت كنت جميل، مش بتشتريها احنا يا بس، دكتور، مش احنا بس. اللي كنت بتشتريها ب 100 جنيه، انت دلوقتي ب 200، وانت مش عارف بكره في ايه. تمام فلا تمام طبعا، الناس قللت بشكل كبير، وعشان كده انا حابه حضرتك تقول لنا بعض النصائح قبل ما نختم لكل المزارعين اللي بيشوفونا النهاردة في مسألة الزراعات التعاقدية. اما زي ما قلت لحضرتك يعني دلوقتي المحاصيل الرئيسيه الزراعه التعاقديه بقى السعر مجري، يعني زي ما بقول لحضرتك السنه دي زي ما كان الفلاح عايز الدب مثلا القمح وصل ل 1000 جنيه، زي ما شفنا الذره تخطى ال 8700 جنيه، شفنا القطن الانتار وصل 5100 جنيه من 2000 جنيه من سنتين، فالفول الصويا محطوط له 10000 جنيه للطن زراعة تعاقدية برضه. فزي ما بقول نتمنى بقى ان الفلاح يلتزم بالتوصيات الفنية، ان كان معاد زراعة ان كان الصنف التقاوي تبع الخريطة الصنفية اللي محطوطة من قبل الوزارة يلتزم بيها، تسميد وري يلتزم بيه. نتمنى ان إن شاء شاء الله الله. بالتوصيات بشكرك دي جدا تكون يا دكتور، اشكرك. وبتمنى إن يكون كلامنا لأهلينا وناسنا من المزارعين يكون واصل بشكل قوي جدا. الزراعات التعاقدية هي القادم بشكل كبير جدا. إن شاء الله. نورتني يا دكتور، أشكرك أهلا وسهلا. أشكرك أشكرك. يا باقي استر لنا الباقي، فاصبر لها لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. تحياتي كانت معكم أمل صبحي.